لا يمكن أن نفصل مصر عن السياحة، فهو وجهان لعملة واحدة. ولكن فقط احنا كل المهرجانات المسرحية فهي خدمة للسياحة، وحتى لاحظنا فقط في الجزائر مؤخرا مهرجان اللي قام التظاهرة المسرحية اللي قام بها عقباوي الشيخ في أطراف، فهي سياحية بامتياز. هو شهر المسرح هو شهر تاريخي لأنه يتناول أعمال المسرحية التاريخية للثورة الجزائرية ولتاريخ الجزائر، وأيضا هذا الشهر سيشارك فيه كثير من المبدعين الجزائريين، من المخرجين، من الممثلين، من الشباب وكذلك من الجمهور. أيضا هذا الشهر سيعرف أيضا تنوع العروض المسرحية التي سيتابعها الجمهور الجزائري. احنا كل أعمالنا المسرحية اللي راحين نوزعوها عبر التراب الوطني واللي تشمل إن شاء الله جميع المسارح سوف تكون إن شاء الله فيها خطة واستراتيجية سياحية، وين كل اللي يشوفوا مسرحية مسرح قسنطينة يتحصلوا على دي ديبليون يشوفوا فيه هذا المعلم التاريخي وش هي اللي فيه، لأن مسرح قسنطينة يمتلك من التحف الفريدة من نوعها اللي وحده عندها الثقافة والفنون، بحيث أن الجمهور الجزائري عبر ربع الوطنيون وممارسون كذلك. هذه أهم الأشياء التي ستشارك.